بسم الله الرحمن الرحيم، لغة فرنسية. وما هذا الخبر؟ كما نرى على جريدة باغي ماتش، لو ميساج بلاك لايفز ماتر. بلاك لايفز في اللغة الإنجليزية جمع ديال لايف، لايف المقصود به الحياة، في الجمع نقول لايفز. إذا عندنا هنا بلاك لايفز، كما نقول حياة السود، كما نتكلم عن مجموعة حياة السود، ماذر ماذر، حياة السود، أنها كما نقول تحسب أو أنها تعتبر. إذا ماذر المقصود بها أنها تعتبر. طبعا هذه الكلمة، كلمة ماذر، عندها معاني أخرى، لكن الذي يهمنا هنا فعل أن تكون للشخص أو للشيء أهمية. إذا كما نقول أنها تحسب أو تعتبر، بلاك لايفز ماذر المقصود بها حياة السود ذات أهمية، عندها أهمية، تعتبر وتحسب. لو ميساج بلاك لايفز ماتر، رسالة الشعار كما نرى، طبعا هو شعار رفع منذ وقت قديم بسبب الجرائم التي ترتكب ضد السود في أمريكا. هذا لو ميساج، هذا لو ميساج بلاك لايفز ماتر، كما نقول شعار هاد الرسالة أكومبان، سلو فيرب أكومباني يعني رافق، أكومبان ديزورمي لو شومان دو لا ميزون بلانش، يعني أنه يرافق من الآن فصاعدا، ديزورمي المقصود بها دورينافون، أو بيان أبارتيغ دو مانتنون، يعني انطلاقا من الآن فصاعدا، ديزورمي لو شومان يعني طريق، طريق ماذا؟ دو لا ميزون بلانش، طريق البيت الأبيض. إذا هذا الشعار سيرافق من الآن فصاعدا، لو شومان دو لا ميزون بلانش، إذا سيرافق طريق البيت الأبيض، يعني كلما أردت الدخول للبيت الأبيض إلا وسيرافقك هذا الشعار، سنرى كيف. إذن كما نرى على الصورة، هذا الرسم باللون الأصفر، إذن هو يجسد هذه الرسالة المتعلقة بالشعار المعروف منذ زمان، Black Lives Matter، حياة سود ذات أهمية. إذن كما نرى في النص، لو ميساج Black Lives Matter، إذن نتكلم عن رسالة شعار حياة سود ذات أهمية، أتبا يعني أنه صبغة، أتبا يعني أنه صبغة، نتكلم عن لوفير باندر، سلوفير باندر يعني فعل صبغة. طبعا عندنا لوفير باندر هو في لافو باسيف، كما نقول بأنه مبني للمجهول، نتكلم عن صبغة كما لو نتكلم عن المبني للمجهول في الباسي كومبوز يعني في الماضي. لو ميساج بلاك لايفز ماتر أتي بان، إذن هاد الرسالة أنها صبغت أون جون بالأصفر، سور لو شومان على طريق منو، كما نقول القائدة، إذن نتكلم عن الطريق الذي يقود إلى، آخذا إلى منو، نتكلم عن لوفير موني، موني يعني أنك تأخذ شخصا مثلا من مكان إلى مكان، أو تأخذ شيئا من مكان إلى مكان. هنا نتكلم عن الطريق الذي يأخذك إلى البيت الأبيض. Le message Black Lives Matter a été peint en jaune sur le chemin menant à la Maison Blanche. نتكلم عن رسالة هذا الشعار أنها رسمت على الطريق الآخذ إلى البيت الأبيض. À la demande de la maire de la ville. بطلب، طبعا نتكلم عن الفيرب دوموند يعني طلبة أو سؤالة. À la demande يعني كما نقول تحت طلب. De la maire de la ville يعني تحت طلب عمدة المدينة. Alors que les États-Unis، إذن في حين أن الولايات المتحدة sont le théâtre de manifestation. sont le théâtre، إذن هم مسرح. عندما نقول الولايات المتحدة، إذن ولاية كما نتكلم عن دولة، لأن كل ولاية تقريبا عندها واحد القانون خاص بها، ولكن على مستوى كل هذه الولايات هناك قانون يجمع بينها. إذن نتكلم عن ولايات، إذن هذه الولايات son يعني هم، لو تياتر يعني هم مسرح، دو مانيفيستاسيون هم مسرح الاحتجاجات، نتكلم عن لو فيغ مانيفيست يعني انك تتظاهر او انك تظهر شيئا. طبعا المظاهره هي مناسبه لاظهار رساله ما او غضب ما مثلا كما في حالتنا. اذن alors que les États-Unis، في حين ان الولايات المتحده، نتكلم عن لو فيغ unir يعني وحدة، يونيغ ومنها أه يعني واحد، يونيغ يعني أنك توحد. هنا نتكلم عن ليزيطا، نتكلم عن هذه الولايات أو الدول
إني يعني أن موحدة على عكس دولنا. إذن هذه الولايات أن متحدة سون لو تياتر يعني أنها المسرح دو مانيفيستاسيون مسرح الاحتجاجات دينونسون لو راسيزم دينونسي يعني أنك تندد بشيء دينونسون لو راسيزم يعني أنها منددة بالعنصرية اي لي فيولونس بوليسيير لا فيولونس يعني العنف لي فيولونس إذا نتكلم عن مجموع عنف بوليسيير يعني البوليسية إذا نتكلم عن العنف المرتكب بشكل متكرر من الشرطة ثم دوبوي لو سول أو لو سييل منذ الأرض كما نقول أو السماء المقصود من الأرض أو من السماء يعني لك أن تنطلق من حيث شئت دوبوي لو سول أو لو سييل إلي ديزومي إيمانكابل إلي ديزومي إيمانكابل يعني أنه من الآن فصاعدا إيمانكابل مانكابل يعني أنه يخص مانكابل يعني أنه ينقص إذا نتكلم على لوفير مانكي مانكي يعني أن شيئا ما ينقص إيل مانك كلكو شوز يعني أنه ينقص شيء ما إذا نتكلم على لوفير مانكي هنا العكس ديال هاد المعنى إيمانكابل المقصود هنا بأنه موجود دائما ولا ينقص المقصود بأنه لا مفر منه إلي ديزومي إيمانكابل يعني أنه من الآن فصاعدا هذا الشيء الذي سنتحدث عنه أنه موجود ولن ينقص ولن يغيب يعني أنه سيكون حاضر المقصود بأنه لا مفر منه بمعنى آخر لو ميساج بلاك لايفز ماتر إذا نتكلم عن رسالة أن حياة نتكلم عن مجموعة حياة السود دوفوني يعني أن الشعار أصبح سلوغاب دوفوني هذا فعل أصبح إذا دوفوني لو سامبول دو لا ليت كونتر لا هين هذا الشعار الذي نتحدث عنه دوفوني يعني انه اصبح لو سامبول دوفوني لو سامبول يعني انه اصبح رمزا دو لا ليت كونتر لا هين يعني اصبح رمز المقاومه او المحاربه او الصراع كونتر لا هين ضد الحقد وضد الكراهيه اذا لا هين غاسيال كما نتكلم عن حقد عنصري أو نتكلم عن كراهية عنصرية لا هين المقصود به الحقد أو الكراهية إلي فيولونس بوليسيير ثم هو سيكون رمز ضد العنف البوليسي لو ميساج بلاك لايفز ماتر ديفوني لو سامبول دو لا ليت كونتر لا هين راسيال إلي فيولونس بوليسيير أو زيتازوني إذا نتكلم عن هاد الشعار أنه أصبح رمز المقاومة والحرب والصراع ضد الكراهية العنصرية أو ضد الحقد العنصري إلي فيولونس بوليسيير ثم ضد مجموعة عنف بوليسية أو زيتازوني يعني في الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفع طبعا شعار حقوق الإنسان إذن هذا الشعار الذي أصبح رمزا يعني أنه صبغ بالأصفر سور لو شومان على الطريق منون ديريكتومون على لا ميزون بلانش الاخذ بشكل مباشر للبيت الابيض سي لا مير دو واشنطن سي لا مير دو واشنطن مور باوسر كي ايل ميم في انسكريير سي مو سور سو بو دو روت كي سورا ديزورمي اوفيسيلمون ابلي بلاك لايفز ماتر بلازا سي لا مير دو واشنطن ان عمده واشنطن مور باوسر السيده مور باوسر كي ايل ميم هذه السيدة أكيد أن من السود عمدة واشنطن من الحزب الديمقراطي أموري باوسر كي ألمان إذا نتكلم عن السيدة بأن هي نفسها فرانس كخير عاملت على كتابة سيمو كتابة هذه الكلمات سور سوبو دو روت على جانب هذا الطريق أو على نهاية هذا الطريق كي سوغا ديزورمي الذي سيكون من الآن فصاعدا أوفيسيالمون أبلي بشكل رسمي تسمى إذن هاد الكلمات التي كتبت في نهاية الطريق ستسمى من الآن فصاعدا بشكل رسمي لا بلاك لايفز ماتر بلازا عندما نقول بلاك لايفز ماتر بلازا إذن المقصود بهذا المكان المكتوب عليه هاد العبارة ثم مويا باوزر أأكسبليكي أو جورناليست أأكسبليكي يعني أن شرحت أو جورناليست للصحافة كال إلي مومبر دي كونساي دي سي كونساي دي سي هذا المقصود بها كونساي دي ستريت اوف كولومبيا كما نقول مقاطعة كولومبيا
وماذا تعني هذه المقاطعة على صفحة واشنطن دي سي؟ كما نرى في الأسفل عندنا تعريف لهذه المقاطعة situé sur la côte est, أنها تتموقع على الشاطئ الشرقي, تتموقع على الجانب الشرقي, بيني par le fleuve Potomac, المقصود بأن نهر بوتوماك أنه يمر بها. le district de Colombia, نتكلم عن district of Colombia. situé sur la côte est, إذن متموقع على الجانب الشرقي, بيني par le fleuve Potomac, كما نقول أن تسبع على نهر بوتوماك. le district de Colombia, إذا نتكلم عن مقاطعة كولومبيا. أبغيت يعني أنها تضم, أبغيتي لأبغي المقصود المخبأ أو الملجأ. أبغيتي كما نقول أنك تكون كالملجأ, أنك تحمي وتقي. إذا أبغيتي المقصود بحماة أو وقع. أحيانا نتكلم مثلا عن les sans-abri, المقصود بالأشخاص الذين ليس لهم مأوى. إذن أبغيت المقصود أنها تحمي, ولكن المقصود به هنا أنها تضم هنا لديستريك دو كولومبيا, أبغيت لو كابيتال فيدرال أمريكان. إذن كما نقول مقاطعة كولومبيا أنها تحمي العاصمة الفيدرالية الأمريكية, ولكن المقصود به هنا بمعنى آخر مقاطعة كولومبيا أنها تضم العاصمة الفيدرالية الأمريكية, لا كابيتال فيدرال أمريكان من لا فان دو لا غار دانديبوندونس. نتكلم عن العاصمة أنها وجدت أو ولدت كما عندنا هنا ني سالفار ناتر ني على la fin de la guerre d'indépendance, التي ولدت في نهاية حرب الاستقلال. ستتا هذه الولاية et le fruit d'une volonté de construire une capitale neutre, هي نتيجة الإرادة. et le fruit d'une volonté, إذن هي ثمرة إرادة. إرادة ماذا؟ de construire une capitale neutre, من أجل بناء عاصمة محايدة. العاصمة كما نقول بأنها بقيت نوتر, كما نقول بأنها محايدة بحكم أنها العاصمة. cet état est le fruit d'une volonté de construire une capitale neutre, non favorisant ni son propre état, يعني أنها لا تفضل لا ولايتها الخاصة ni sa région ولا ضواحيها, يعني أن العاصمة يجب أن تكون على قدم المساواة مع باقي الأراضي الأمريكية, ليست لأنها هي العاصمة فيجب أن تفضل نفسها على باقي المناطق. لا, إذن حسب هذا القانون كما نرى هنا بأن هذه العاصمة ستبقى على قدم المساواة مع باقي المناطق. إذن عندما نقول هنا واشنطن دون لو ديستريكت دو كولومبيا, إذا نتكلم عن واشنطن بمقاطعة كولومبيا اون انجلي بالإنجليزية, واشنطن district of Columbia, souvent appelé Washington DC, souvent appelé Washington DC, في الغالب تسمى Washington DC, ou bien des districts, أنها تسمى des districts, ou simplement DC, أو تسمى فقط DC, pour éviter la confusion avec l'État de Washington, pour éviter من أجل تجنب, pour éviter la confusion من أجل تجنب الخلط avec l'État de Washington. إذا من أجل تجنب الخلط مع ولاية واشنطن. إذا يجب أن نفرق بين مدينة واشنطن التي هي العاصمة والموجودة بمقاطعة كولومبيا, ونفرق بينها وبين ولاية واشنطن. pour éviter la confusion avec l'état de Washington. est une ville, إذا نتكلم عن المدينة, est une ville indépendante, إذا هي مدينة مستقلة des États-Unis, الولايات المتحدة. دونت إلى الكابيتال كما نقول حيث هي العاصمة, حيث تتواجد بها العاصمة. إذن عندما قلنا موريال بوسر a expliqué au journaliste elle est membre du conseil de sécurité, إذن هي ثم أعضاء هاد المنطقة, هاد المدينة. إذن نتكلم عن العاصمة, اطلع أنهم كانوا هنا en tant que واشنطنيين, يعني أنهم كانوا هنا كواشنطنيين, كما نقول نحن الرباطيين أو الكازاويين, أشخاص ينتسبون إلى مدينة. en tant que واشنطنيين, أنهم كانوا هنا كواشنطنيين. nous voulons simplement, نريد فقط, نريد ببساطة, tous être ici, كلنا نكون هنا, ensemble, يعني مجموعين في وحدة, en paix, في سلام, pour démontrer qu'en Amérique, لكي نظهر
بأنه في أمريكا vous pouvez vous réunir pacifiquement vous pouvez vous réunir pacifiquement pour démontrer لكي نظهر كل أمريك بأنه في أمريكا vous pouvez يمكنكم vous réunir pacifiquement pacifiquement يعني بسلام نتكلم على la paix vous pouvez apporter grief يمكنكم أن تحملوا تظلم grief المقصود به تظلم vous pouvez apporter يمكنكم أن تحملوا grief à votre gouvernement يمكنكم أن تحملوا تظلم لحكومتكم نريد أن نظهر للأمريكيين بأنه إذا كان هناك تظلم فيمكننا أن نحمله للحكومة et vous pouvez ويمكنكم أيضا exiger des changements ويمكنكم أن تفرضوا تغييرا et vous pouvez exiger des changements ويمكنكم أن تلزموا بمعنى آخر تغييرا nous sommes ici pacifiquement نتكلم أيضا على la paix يعني السلام nous sommes ici pacifiquement نحن هنا بسلام en tant qu'Américain يعني كأمريكيين en tant qu'Américain كأمريكيين dans les rues américaines في الشوارع الأمريكية dans les rues de DC في شوارع العاصمة كما شرحنا dans les rues de DC في شوارع العاصمة a-t-elle ajouté أنها أضافت ثم Washington est un point central des manifestations qui soutiennent actuellement aux États-Unis. إذا نتكلم عن واشنطن est un point هي نقطة central كما نقول مركزية des manifestations للمظاهرات qui soutiennent طبعا نتكلم عن الverb se tenir ماشي se tenir يعني كما نقول أنها تقام الverb tenir يعني أنك تأخذ باليد هنا عندنا الverb se tenir كما نقول أن تقام إذن واشنطن est un point central des manifestations qui soutiennent actuellement aux États-Unis إذن نتكلم عن واشنطن بأن نقطة مركزية des manifestations للمظاهرات qui soutiennent التي تقام actuellement حاليا aux États-Unis في الولايات المتحدة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي qui a été accusé الذي اتهم accuser quelqu'un لأنك تتهم شخصا هنا عندنا كي اتي accuser الذي اتهم كما نتكلم هنا أيضا عن المبني للمجهول يعني أنه هو الذي اتهم دونالد ترامب كي اتي accuser الذي اتهم d'avoir été se mettre à l'abri dans un bunker الذي اتهم بأنه وضع نفسه d'avoir été se mettre إذن Donald Trump qui a été accusé d'avoir été se mettre à l'abri dans un bunker. À l'abri. قبل قليل رأينا le verbe abriter. قبل قليل رأينا le verbe abriter. كما نقول أنك تضع في ملجأ. يعني أنك تحمي أو تقي. طبعا le verbe s'abriter المقصود به لجأ. كما نقول أن الشخص يضع نفسه في ملجأ. Qui a été accusé d'avoir été se mettre à l'abri dans un bunker. إذا نتكلم عن دونالد ترامب الذي اتهم بأنه وضع نفسه في ملجأ على بغي وضع نفسه في ملجأ dans un bunker. Un bunker المقصود به fortification utilisée pour se protéger des attaques. Fortification نتكلم عن تحصين utilisée مستعمل pour se protéger des attaques. Pour se protéger من أجل أن يحمي الشخص نفسه des attaques من الهجومات. avait fait scandale كما نقول أنه قام بفضيحة en annonçant معلنا en annonçant le déploiement des soldats lourdement armés إذن هو قام بفضيحة بإعلانه ماذا en annonçant le déploiement de soldats lourdement armés بإعلانه انتشار العسكر lourdement بشكل ثقيل armé مسلح إذن نتكلم هنا عن des soldats إذا نتكلم عن جنود lourdement armés مسلحين بشكل ثقيل ont été déployés يعني أنه تم نشرهم face aux militants في مواجهة المناضلين أو في مواجهة المحتجين les rassemblements font suite à la mort de George Floyd إذا les rassemblements نتكلم عن تجمعات font suite كما لو نقول أنهم فعلوا اتباع la suite كما نقول اتباع أو متابعة Les rassemblements font suite. كما نقول بأن التجمعات فعلوا اتباع المقصود هنا بأنها التجمعات
أن كانت بعد أو جاءت بعد على موت جورج فلويد، أن جاءت بعد موت جورج فلويد. Lors de son interpellation par des policiers blancs أثناء توقيفه أو استجوابه، المقصود أن الشرطة البيضاء التي أوقفته ثم أنه بعد هذا أنه توفي. Une vidéo montre l'homme de 46 ans agonisant au sol. إذا نتكلم عن فيديو يظهر الرجل ذو 46 عاما agonisant يعني محتضرا. Le verbe agoniser المقصود به يحتضر. إذا agonisant كما نقول محتضرا. Au sol على الأرض. Alors qu'un agent le bloque. في حين أن رجلا لو بلوك كما نقول أنه يحجزه ويخنقه. Au niveau du cou على مستوى العنق. Avec son genou. Avec son genou بواسطة ركبته. Si le message inscrit إذا كانت رسالة inscrit المسجلة au sol على الأرض a été salué. Si le message inscrit au sol إذا كانت الرسالة المسجلة على الأرض a été salué يعني كما نقول أنها تمت تحيتها. A été salué كما نقول أنها تمت تحيتها. Salué quelqu'un يعني أنك تحيي شخصا. Pour son symbole fort لرمزيتها القوية. Notamment, خاصة en direction de la Maison Blanche, خاصة في وجهة البيت الأبيض. المقصود هنا أنه تم وضع رسالة في مكان حيث يتجه منه الناس إلى البيت الأبيض. Notamment, en direction de la Maison Blanche, خاصة في وجهة البيت الأبيض. Si le message inscrit au sol a été salué, pour son symbole fort, notamment en direction de la Maison Blanche, il ne plaît toutefois pas à tout le monde. يعني رغم هذا فهي لم ترق كل الناس. إذن أكيد أنه تمت الإشادة بها لرمزيتها القوية، لكن هذا لا يعني بأنها أرضت كل الناس. Il ne plaît toutefois pas يعني أنها لم ترضي رغم ذلك à tout le monde لكل الناس. Le groupe نتكلم عن فريق أو جماعة. Le groupe Black Lives Matter Global Network. إذا كنا نتكلم عن شبكة عالمية لأهمية حياة السود. إذا نتكلم عن شبكة عالمية تهتم بحياة السود. Le groupe Black Lives Matter Global Network de Washington a dénoncé. إذا نتكلم عن هذه الجماعة الموجودة بواشنطن. A dénoncé نددت. إذا هذه المجموعة أو هذا الفريق de Washington من واشنطن a dénoncé une distraction. إذا une distraction مقصود به الإلهاء تشتت الذهن مثلا، أو نتكلم عن تسلية. إذا هي نددت بهاد التسلية وبهاد الإلهاء اون بيرفورمانس، ونددت أيضا بالانتصار. لا بيرفورمانس المقصود به الانتصار، مثلا انتصار رياضي يسمى لا بيرفورمانس. إذا هنا هي نددت بهاد الانتصار. أي انتصار؟ كإلوان الذي يبعد. نتكلم على الظاهر إلواني. نتكلم على الفارب إلواني، نتكلم عن فعل أبعد. نقول مثلا ليكول إلوا، نقول مثلا ليكول إلوا، يعني أن المدرسة بعيدة. هنا عندنا إلواني، يعني أنك تبعد. دي فغي شونجمون بوليتيك، يعني التي تبعد تغييرات سياسية حقيقية. إذا هذه المجموعة تقول بأنه بدل أخذ قرارات سياسية وتغييرات سياسية حقيقية، فهذه الإشارات هي تنسي الناس فقط وتلهيهم وتبهر لهم انتصارات وهمية. نحن نريد بألا تتكرر المسألة، ولا نريد شعارات إلهائية مثل الذي نراه هنا. إذا هذا هو المقصود بكلام هذه المجموعة. إذا si le message inscrit au sol a été salué pour son symbole fort, notamment en direction de la Maison Blanche, il ne plaît toutefois pas à tout le monde. Le groupe Black Lives Matter Global Network de Washington a dénoncé une distraction et une performance qui éloigne des vrais changements politiques. إذا نتكلم عن الشبكة العالمية لأهمية كما نقول حياة السود. De Washington a dénoncé يعني أنها نددت ب une distraction et une performance ثم أنها نددت بإنجازات qui éloigne des vrais changements politiques. التي تلغي تغييرات سياسية حقيقية. يعني بدل أن تكون هناك تغييرات سياسية حقيقية، إذن هم يلهون بهذه الإنجازات الوهمية دبخوا من خلالهم. إذن من خلال هذه الشبكة لامير نتكلم عن هذه العمدة a toujours été
دي موفي كوتي دو ليستواغ، يعني انها كانت دائما من الجانب السيء للتاريخ. اذا هذه الجمعيه او هذه المجموعه انها ترى بان العمده هي دائما في الجانب السيء للتاريخ كما نقول، يعني انها لم تكن ابدا مع الحق. سو كو نو فولون نو، ما نريده نحن هو. ثم تذكر العباره الانجليزيه لهذه المجموعه ديفان دي بوليس، منع الشرطه، الغاء الشرطه. ما نريده نحن هو ديفان دي بوليس، هو الغاء الشرطه. روتيغي دي فينونسمون على بوليس، روتيغي دي فينونسمون على بوليس، سحب تموينات للشرطه. اي لي بريزون ولي سجون بور لو انفيستير، من اجل اعاده استثمارها دون دي سيرفيس، في مصالح، من اجل استثمارها في مصالح. اذا سو كو فولون نو، ما نريد نحن سي دي فان دي بوليس، يعني الغاء الشرطه. دي فان دي بوليس، الغاء الشرطه، بما يعني ذلك روتيغي دي فينونسمون لا بوليس، يعني سحب تموينات للشرطه اي لي بريزون، وسحب تموينات خاصه بالسجون. pour le réinvestir، من اجل اعاده استثمارها dans des services، في مصالح، في مصالح تفيد المجتمع. اذا هذا عموما محتوى هذا المقال، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.